دلوقتي يا جماعه ديت المترو على اليمين اهو شارع الوطن. دلوقتي هنروح الشقه. ماشي اتفضل طوالي بقى. بالظبط الشقه دقيقتين مشي لشارع الوطن اللي جنبك محطه المترو على طول. طوالي طوالي. طوالي اهو. والمبنى اللي على اليمين ده ملعب لكرة القدم. بعد كده امين. ده ملعب كرة القدم، كل يوم تقدر ايه من الصبح كده تلعب رياضة مسموح لك يعني. دلوقتي ده الشارع بتاع الشقة. دلوقتي تركن ورا العربية الحمراء. البناء اللي هناك اهو انزل دلوقتي واوريه لكم. السلام عليكم. بالنسبة للشقة ده باب الشقة دلوقتي اهو. ديت الصالة. البلكونة. بص على ملعب كرة القدم اللي على الشمال. الشقة ديت ممكن تتعمل غرفتين وصالة. ديت مثلا ده الباب وزي كانت غرفة لكن اتفتحت، فتحوها الملك فتحها بحيث تبقى صالة كبيرة. انا افرجكم دلوقتي على التعديل اللي ممكن تعدلوه بعد كده. نتفرج بس على الشقة مع بعض. ده الحمام. بصوا بالنسبة للحمام التعديل ازاي بقى. من هنا من هنا كده لغاية كده ده مكان الدش. القعدة بتاعت الحمام هتبقى هنا. حوض الوش هيبقى هنا كويس. وهنا غرفة النوم الأولى. غرفة النوم الأولى. وطبعا مفيش حد من الجيران بص عليكوا خالص. وديت بصوا ده المطبخ. أقول لكم بقى التعديل هيكون إزاي. المطبخ ده هتشيله كله، هتبقى أوضة صغيرة. هتحطوا سرير زي ده كده هنا مثلا لطفل او لولد او لراجل لاي حد يعني شخص واحد، وحاجه كده طلب صغير هنا. يبقى انتوا كده عندكم غرفتين وصاله. وانا قلت لكم هتعملوا ايه هنا، خليكم بس معايا. هنا بقى ايه اللي هيحصل. هتعملوا هنا مطبخ ايه مفتوح. مطبخ مفتوح هنا كده يبقى جميل، لحس ايه اغلبنا بنقعد على طول فين في الصاله وفي المطبخ لما نعمل الاكل. فيكون كده المطبخ يكون هنا حديث كده من هنا كده 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 لغاية هنا. يبقى روعة جدا. وطبعا احنا هنشيل ده خالص عشان هيركب كانو اللي هو ايه الغاز الطبيعي اللي هو الدفايات. اما ديت شايفين الفتحة ديت، هتبقى الفتحة ديت بتاعت الشفاط بتاعت المطبخ البوتاجاز هيطلع هنا. هيبقى حاجة كده جميلة جدا جدا. وديت نسأل فيه الصنايعي لما يجي، لو ده مش عمود لو ده حيطة بس يبقى هتشيلوا ديت الحيطة ديت. وبكل بساطة وما شاء الله تبقى كبيرة جدا. وحتى ايه تعملوا هنا ديت شاشة تلفزيون كبيرة، وتركبوا تكييف هنا كده بس. وبس خليني بقى اشرح لكم بقى ايه عن المنطقة كل حاجة دلوقتي. طبعا العفش ده ممكن ايه عايزينه مش عايزينه مش مشكلة خالص. ديت ممكن تعمل سرير اللي انتوا شايفينه ده.
ده يتعمل سرير، لو فردتها تعمل سرير، ترابيزه مش مشكله، اعتبرها مش بالعفش، مش فارقه خالص. خليني بس اشرح لكم المنطقه كويس جدا، شوفوا كده الشارع هادي جدا. هنا يا جماعه مثلا ديت اللي هو ملعب كره القدم على الشمال، محطه المترو على الشمال على طول. السلام عليكم يا جماعه. بالنسبه للشقه ديت في مكان قلب اسطنبول، في مكان راقي جميل جدا في الفاتح، 3 4 دقايق لجامع السلطان محمد الفاتح، مشيا 5 دقايق لمحطه المترو على شمالنا، محطه مترو امنيات الفاتح على منا على طول، اللي هي 5 دقايق محطه مترو اسمها قولوا بطل توبكابي، محطه توبكابي اللي هي على شارع الوطن الاساسي. جنبيكو هنا بقى تبع البلديه تبع الحكومه حمام سباحه، اللي عايز يتعلم السباحه واللي عايز يروح الجيم، صاله جيم كبيره هنا كمان، زائد جنبيه كمان ملعب لكره القدم، زائد كمان جنبيكو سوبر ماركتات كتيره ومطاعم. الشقه في الدور الثاني، تاني بلكونه، ثمنها كام؟ 60,000 دولار. اشوفكوا قريب ان شاء الله. علي جمال، اسطنبول تركيا، مع السلامه. ده ملعب الكره اللي جنب الشقه، تقدر كل يوم طبعا مجانا، طبعا تقدر كل يوم الساعه 6 الصبح تنزل كده وتجري حوالين الملعب وتلعب رياضه. وده ملعب كره القدم يا جماعه. واوريكم دلوقتي كمان جنب الشقة، نمشي مع بعض دلوقتي اوريكو اللي هو المكان لحمام السباحة ومكان صالة الجيم. وده دلوقتي يا جماعة ده اللي هو مبنى البلدية اللي فيه حمام السباحة الكبير، اللي هو اللي عايزين يتعلموا حمام السباحة سواء للرجال او للنساء، زائد صالة الرياضة الجيم الكبيرة، مقابل رموز اشتراك بسيطة جدا. والوقتي حتى هناك بيكبروا في مبنى البلدية، وزي ما انتم شايفين ده السور بتاع السور القسطنطينية، لو دي كانت القسطنطينية اللي هي الفاتح. فالشقة بالظبط هنا حوالي 3 دقايق على طول يعني، والمترو في ظهرنا على طول هنا. وده يا جماعة المترو، الاسانسير بتاع المترو، ده شارع الوطن وده المترو يا جماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. أحب أقدم شكر الجزيل للأستاذ علي، وأحب أشوفكم هذا الطابو اللي حصلت عليه خلال يومين، نتمنى لهم التوفيق في عملهم. ألف شكر. مع خالد الصاعبي من المدينة المنورة. علي جمال حقيقة يعني جميل جدا، وجدت من الثقة، لا يبحث عن المادة، يبحث عن أهم شيء يعني يوصل للناس، يعني رجل يعني مهما تكلمنا فيه رجل جميل، رجل يعني يهمه مصلحة الشخص اللي يجيه قبل لا تهمه مصلحته هو في ما يبحث عنه. والله يوفقه الحقيقة، وأنا أنصح التعامل معه جدا، علي راقي وإنسان يخاف الله ويبحث عن الأجود. يعني الحقيقة رحنا معاه لزراعة الشعر كمان، فالحقيقة يعني أنا أنصح بالتعامل معه لأنه يبحث عن الجودة، والدرجة الثانية يبحث عن السعر، وهو له وضع يعني خاص هنا، وأسأل الله أن يبارك فيه، وأنصح بالتعامل معه جدا يعني الحقيقة، يعني حتى لو بالثمن برضه أسعاره جيدة. والله يوفقك. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا مقررين أنا وزوجتي نشتري شقة في إسطنبول، بعد البحث حصلنا على شقة في اسطنبول، والحمد لله والشكر بجهود استاذ علي وشريكه المحترم. وطلعنا البارحة على الطابو، خلال 3 ساعات صار الطابو باسم زوجتي او باسم العائلة الكريمة، والحمد لله والشكر مع متابعة استاذ علي ما قصر ويانا، وجهوده كلش طيبة وحلوة وشريكه المحترم. وانصح اي شخص يريد يشتري شقة في اسطنبول يتعامل مع استاذ علي وشريكه المحترم، يعني يشتغلون بجهود وطيبين وبنية صافية ومحترمين، والحمد لله والشكر، وأشكرهم جزيلا.
ألف مبروك، ألف ألف مبروك على الطاقة. الله يبارك فيك أخوي علي، أنا شاكر ومقدم لك. والله أنا مبسوط أني شفت الطاقة باسمي، يعني كلمة شكرا لا تفي حقك يا أخوي علي. أعطيتك وكالة وحطيت الطابو باسمي وأنا مش موجود عندكم، والله ما شفت يا أخ علي إلا الصدق والأمانة يعلم الله، ولن يعني يقف الموضوع عند هذا الحد. يعني أنا ضروري جميع أقاربي وأصحابي أعطيهم خبر عنك، يعني يشتروا هم مرتاحين. صدق وأمانة وإخلاص ما شفتها بأي شخص ثاني. ألف شكر يا أخوي علي، شكرا شكرا جزيلا. احنا نشكرهم كثير وقدرنا أن نطوب البيت بنفس اليوم، يعني شيء جميل جدا الحقيقة. ومثل ما تعرفون أنتم يعني نحن غرباء في هذا البلد، والجماعة وقفونا، أنا صرت ما حسينا بغربة، ما حسينا بشيء، حسينا أنه أولادنا معنا في الشراء من البداية إلى النهاية. وهاي شقتنا الجديدة اشتريناها من خلال الأستاذ علي وشريكة تركي، مشكورين كل الشكر. والمنظر العام يكشف كل اسطنبول، كل اسطنبول من كل جهاتها. ألف شكر لك أستاذ علي، وألف شكر لشريكة التركي ولمساعدتكم لنا. تحياتنا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم أبو فهد. الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى وتعاون أخ علي جمال، اشترينا شقة في سلطان أيوب والحمد لله كان سعر مناسب من أفضل الأسعار. والأخ علي ما شاء الله عليه يعني بأمانته وصدقه في الأمانة صراحة، الحمد لله اللي شفناه لمسة منه كل خير صراحة، أفضل من الناس. أنا أنصحكم صراحة بالتعامل معه وعلى مسؤوليتي أنا إن شاء الله. بالتوفيق إن شاء الله لكل المتابعين، أتمنى لكم كل الخير. وألف شكر للأخ علي صراحة وشريكه اللي تعاونوا معنا صراحة، وكانوا قمة التعاون وقمة الأمانة والصدق في التعامل. يعطيكم ألف عافية إن شاء الله. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أخوكم العربي من العراق الشقيق، جيت تركيا ما أعرف كل شيء وما أندل كل شيء، من واحد الواحد أبو تاكسيات، واحد يوديني على واحد وواحد يوديني على فلان فندق، وانشلع قلبي لحد ما اتصلت بعلي جمال أخونا المصري، جانا قبل طيران من الصبح وجاب لنا فندق بسعر كويس مناسب وخلف الله عليه، وما قصروا ويانا وشالوا وياي الجناطاني وعائلتي أربع نفرات. زين لما علي جمال أنا كان تهت بتركيا، المنقذ الوحيد لإخواننا العرب في تركيا علي جمال، واللي ما لديته اتصاله موجود وفيسه موجود وانترنته موجود. أخونا العزيز علي جمال الله يحفظه ويخليه لكل عربي يجي تركيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب أتكلم عن تجربتي الشخصية مع أستاذ علي جمال في شراء عقار في تركيا. وأستاذ علي جمال قدر يلقى لي عقار جدا بسعر جدا رخيص ومميز، الموقع المميز اللي كان في يعني كابي على البحر مباشرة، وشقة جدا نظيفة والحمد لله وشكر الطابو سليم، وقدرنا نكمل المعاملة وما تركني إلى انتهى الطابو. وأحب أنه أنصح كل الناس العرب اللي يحبون يشترون عقار في تركيا، طابو نظيف واستلام نظيف ومعاملة نظيفة، يتواصلون مع أستاذ علي جمال وشكرا. للجميع الراغبين في الاستثمار وكذلك السياحة في اسطنبول فقط الاتصال بالأخ علي جمال المتواجد هنا في خدمة المواطنين كافة من بيع وشراء وسياحة وإيجار وسياحة في اسطنبول. هذا الرجل لديه من الأمانة والإخلاص والوفاء الكثير لما لمسته خلال هذه 25 يوم الموجود أنا فيها في اسطنبول، من خلال أنا تعاملي معه بإيجار إحدى الشقق الجميلة جدا وفي قرب
في منطقة السلطان أحمد والقرب من الجامع الأزرق، وكذلك من التعامل الصريح والمميز ما بينه وبين الآخرين وما بينه وبين أنا شخصيا، وكذلك لديه صراحة كبيرة جدا في التعامل. حتى وأنا كنت في بريطانيا عندما أرسل لي فيديو للشقة، نفس الشقة التي أرسلها لي هي نفس التي أسكن بها حاليا. نصيحتي للجميع لمن لديه نية الاستثمار وكذلك البيع والشراء وحتى الإيجار، الاتصال بالأخ علي جمال. السلام عليكم. مشغول. نصصن. إيم تشكر يا دكتور. Evet, lütfen. السلام عليكم. اولا اقول الحمد لله رب العالمين، ربنا وفقني دلوقتي وفتحنا شركه كويسه جدا ومع الشريك التركي اللي هو نفس تفكيري نفس دماغي بالظبط. شوفوا يا جماعه دلوقتي احنا بنشتغل ازاي في العقارات. اول حاجه رقم واحد بنشوف الشقه او العقار لو سعره كويس ولقطة نتوكل على الله، بعد كده بنروح نشوفه. ايه النقطة التانية؟ مكانه، هل مكان امين، مكان يصلح لعيلة، مكان جنب المترو والمواصلات، دي تاني نقطة. تالت نقطة الطابو. يعني ايه الطابو؟ اللي هو سند الملكية. بنشوف الطابو، ايوه بنشوف الطابو صحيح او مش صحيح، لانها امانة. مين حلقة الوصل؟ من حلقة الوصل بينك وبين المالك احنا، فدي امانة كبيرة جدا. احنا بنشوف الطابو سليم وكل حاجة جميل جدا، والمالك سليم وكل حاجة كويس جدا. فبعد كده بنقول للمالك شوف عايزين نوصل لك حاجة واحدة مهمة جدا، بما اننا الحمد لله احنا خبرة في العقارات. المشتريين الوقت بيعملوا ايه؟ بيشوفوا الاسعار. فانت لو جبت لنا السعر النهائي وسعرك يكون احسن من الشقق اللي حواليك، شقتك هتتباع بسرعه. فبناء عليه بيدينا سعر نهائي، وبعد كده السعر بنحطه على الفيديو. ده اللي انا بصمم فيها، اي فيديو بعمله بحطه على الفيديو عشان تشوفوه مباشره، وبعد ما تيجوا ان شاء الله بتقعدوا مع الملك مباشره منكم لي. كويس، بناخد النسبه المعروفه عليها هنا في تركيا العادله. كويس، دي حاجه. تاني حاجة عايز اقول لكم على حاجة مهمة جدا، انكم ما تقلقوش علشان ان شاء الله هنكون معاكم لغاية ما تستلموا طابو الشقة باسمكم، لغاية ما تستلموا سند الملكية يعني طابو الشقة باسمكم ان شاء الله، واحنا هنكون في ظهركم وهنكون في كتفكم ان شاء الله. واتطمنوا، اتمنى ان شاء الله اشوفكم قريب في تركيا. شكرا وبحبكم جدا. علي جمال، اسطنبول، تركيا. مع السلامة. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. تركيا. مع السلامة.